نطلبوا من السادس الله ينصره الله يجزيه بخير والاسره العلويه، بغيناكم تشوفوا معنا هذه الحاله. حنا راه ما عندناش الماء، مقهورين مقهورين، ما عندناش الماء، ما عندناش الطريق، ما عندنا حتى شي حاجه. اللهم اجعل خصنا الماء لا سيدنا انت دابا بنادم خويا ميك العرب. شي نعم سيدي 80 سنه في عمري دوزتها ولقيتها تقبى هكا هذا الماء هكا. شربوا منه البهايم وكلشي تنستافدوا منه. ومقهورين بزاف، والبعض مرات تنحلسوا البهايم تنسقيو عند الجيران وتيجريو علينا. انا اخوانا هاتي هنقد هنقلا اكوني عاون ربي الله يخليك لي. ما عرفناش يشربوا من الكلام، ما عرفناش يكونوا فيه الحناش، ما عرفنا. انا تنجي تنشكيو حتى عينا، حتى واحد ما دافينا فينا، ما خلينا شكينا على الرايس وشكينا على الرايس الدايره وشكينا، ما خلينا فين مشينا. كنديروا هك الغراف مع الارض هك باش نديروا تحت الماء، وبعد ذلك تنخزنوا فيه. انا كون كانوا العيالات والرجال بحالي حتى ورقه ما يديوها، ما نصوتش. نطلب الملك الله تبارك وتعالى نطلب هذا العين حتى نشوفوا غير نش بعدا نشدوا غير هذا الماء نتهني منهم عاد نشوف واش نطلبوا ثاني. وحنا هذا الماء اللي قهرونا كله تنسقيو منه، تنعطيو النعاج، تنعطيو الحمير، تنعطيو حشاكم كل شيء، تنشدوا النبادة. أنا كاع ما بقيت تنسقي، طلع لي الدم، تنجي حتى لهنايا تنجلس حتى أنا تنعيا. على ما دير شغلك في الدار وتقاضي وتقاسي مع الدار ديالك تجي تجلس، ما كاينش الماء، تجلس شي ساعتين وكثر ولا جوج سوايع ولا ثلاثة سوايع ولا أربعة سوايع تجلس ما كاينش الماء. تشوفوا معنا هاد الحالة، حنا راه ما عندناش الماء، مقهورين مقهورين، ما عندناش الماء، ما عندناش الطريق، ما عندنا حتى شي حاجة. دابا إلا صيفطتي الترانسبور للبراج راه تحل إلا بغيتي تطلع، ما عندنا الطريق، ما عندنا اللي يدينا، وما عندنا اللي يجيبونا، تنجيو حتى للبراج ونجلسوا. إلا قلتي ليه ديني إلا عندك، إلا ما عندك 4000 ريال ولا 100 درهم ما تمشيش، ما غاديش تطلعي. ما تنشربوا منه، تنشربوا منه البهايم وكلشي تنستافدوا منه، كلشي كاين. بغينا يتقاد لينا العين وتقاد لينا الطريق، الله يجزيكم بخير، الله ينصر سيدنا الوالدين، الله يجزيكم بخير. هذا الشيء اللي بغينا، حنا ما عندناش. تيجيو الريوس تيقولوا لك صوتوا صوتوا صوتوا، تنعمروا لهم صنادق ما تيديوها فينا، تيمشيو فحالهم، ما عندنا اللي كيشوف فينا. خصنا دابا، انا كون كانوا العيالات والرجال بحالي حتى ورقه ما يديوها، ما نصوتش. هذا الماء تنعطيه، انا مريضه، انا بنفسي مريضه، انا جوج المليون عطيت انا في السبيطار مريضه، ما عنديش الفلوس. راهي الناس اللي معاونيني مريضه شهرين، هذه هما الجماعه تيشوفوا فيا مريضه شهرين هي بهذا الماء، نعسه في الفراش ما كنوضش. المسؤولين ما غاديش يعطيو لولادهم هذا الماء. انا تقهرت، ما بغيت كاع هذا الماء انا وولادي، انا وولادي راه انا تنقول مع راسي بغيت كاع نرحل من هذه البلاد، ما عنديش باش نسميتو. سمعتي، كون عندي فين نمشي نمشي، ما باقيش نسكن في هذه البلاد، ما فيها ما ما فيها الطريق، ما فيها حتى شي حاجه. واجي النهار تجي الاصوات اجي صوتوا لينا، وفينا هما دوك الناس اللي كنصوتوا ليهم؟ عامرين صندوقوا نازلين وتضحكوا علينا، خصهم دابا يجيو. الله ينصروا، ينصر الاسره العلويه، يشوف هذه الحاله. حنا راه مقهورين، ما عندنا الماء، ما عندنا الطريق، ما عندنا الفلوس باش نبداو نمشيو نجيو. تنمشيو للبراج دابا نتقداو شويه الخضره، وخص 100 درهم تعطيها في الترانسبور. نطلب الملك الله تبارك وتعالى نطلب هذا العين حتى نشوفوا غير نش بعدا نشدوا غير هذا الماء نتهني منهم عاد نشوف واش نطلبوا ثاني. وحنا هذا الماء اللي قهرونا. شي نعم سيدي 80 سنه في عمري دوزتها ولقيتها تقبى هكا هذا الماء هكا. ايه وتنشربوا به البهايم والغنم وبنادم، وتنجمعوا على هذا الشيء، تتكون علينا الفوضى هنا، تنجمعوا تنطلبوا الناس تنساعدهم غير هكا باش ما تكونوا الصداع ندير راس المخزن. ومقهورين بزاف، والبعض مرات تنحلسوا البهايم تنسقيو عند الجيران وتيجريو علينا، شكيو حتى عينا، حتى واحد ما داها فينا، ما خلينا، شكينا على الرايس وشكينا على الرايس الدايره وشكينا، ما خلينا فين مشينا. قايد زعما والرايس الدايره ما خسرنا شيء، والرايس القراوي تنشكي عليه 20 مره ما داها فيناش. طيب مرضون عماس كان واحد كان تيمشيو للسبيطار كان تنديه كل مره في السيمانه تندي جوج ثلاثه اربعه ومرتين مواليه ومساكن. وحنا سي مقهورين، وكاع في هذا المتقى اللي ما كان مقهور سوا حنا هنا في هذا المتقى، هذا الدوار هذا، و75 كانوا في هذا الدوار، داوها في ناس نعم، غوتوا حتى هنا ما كان داو فينا. تنطلبوا هاد العين يسوها لنا الله المخزن فاش نسقيو نعتقوا روسنا. تنطلبوا الله المخزن يطلع يصوب لنا هاد العين باش نعتقوا روسنا. ما لقينا زوار هي اللي منعها سيدي. ما لقينا غير باش نعتقوا روحنا. عاد نشوفوا الاخرى ساعه الحاجه اخرى.
هي الماء ما لقينا باش نعتقونا يا سيدي. من راس تسلم ليك الجامع تنجي وتنجي تنقعد هنايا تنخلي ولادي في الدار وتنخلي ما تندير لهم الفطور حتى تلقاهم راهم جوعتي وبقاو يغلطوا عليا ما تيخليونيش ندير لهم باقي الفطور وتنجي لهنا تنقعد ساعه ولا ساعتين عاد تنجي الفطور نضوع الماء وبعد الدرك ما تيكون فيه الماء كاع على هذا العام غير فيه شويه نتاع الماء وما تلقاناش تنديروا لها كل غرف مع الارض هك باش نديروا تحت الماء وبعد الدرك تنخزنوا فيه تطلب واحد الانسان تقلق لي ثقيله تكون انت مشى عليك الحال وتقول لك يا ما وصلتك النوبه خصك انت تجلسي تما حتى توصلك النوبه وحنايا تتبع الدور تكوني زربانه بعد الدور ما تحكمي تاه بعد الدور نخليو الخباز يخمر لينا بعد الدور نخليو العجينه بعد الدور نخليو ولادنا تنخفوا عليهم البوطه يمشيو لنا البوطه وتنجيو لهنا تنقعدو تنتمرس هنا بحال نص نهار بحال الصباح بحال العشيه دايما نقعدو ساعه ولا ساعتين هنايا طالبنا تجينا المرض ديال الله يرحم الوالدين اللي جاتكم بخير طالبنا تجينا المرض ديال الله يرحم الوالدين اللي جاتكم بخير طالبنا تجينا المرض ديال الله يرحم الوالدين اللي جاتكم بخير طالبنا تجينا المرض ديال الله يرحم الوالدين اللي جاتكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.